تم ترجمة هذا الفيديو إلى العربية، الرجاء تشغيل الصوت للاستماع. يعد تناول أدويتك أمراً مهماً جداً لمداواة قصور القلب. قد يصف لك الطبيب أدوية مختلفة للمساعدة على إدارة الأعراض المستمرة. تساعد أدوية قصور القلب قلبك بطرق متعددة. تعمل بعض الأدوية على خفض ضغط الدم وتحسين وظيفة الضغط لعضلات القلب. يعمل البعض الآخر على تقليل الضغط على القلب أو إدارة السوائل الزائدة في الجسم. تذكر أن تتناول أدويتك يومياً وأن تتبع تعليمات طبيبك. قد يغير طبيبك جرعة الأدوية مع الوقت حتى لو كنت تشعر بصحة جيدة. احتفظ بقائمة حديثة لأدويتك واعطي نسخة لفريق الرعاية الصحية للرجوع إليها. لا تتوقف عن تناول أدويتك من دون التحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. تأكد من أن لديك ما يكفي من الأدوية إذا كنت مسافراً، وتذكر أن تسد الحاجة من ملء الوصفة الطبية قبل نفاذ كمية الأدوية. يمكن أن تساعدك أدويتك على العيش لفترة أطول والبقاء خارج المستشفى. سوف يساعدك هذا أيضاً على الشعور بالتحسن والحصول على المزيد من الطاقة للاستمتاع بالحياة. لمعرفة المزيد حول إدارة قصور القلب، شاهد مقاطع الفيديو في هذه السلسلة.